والأدلة على قوتهم كثيرة، منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر. ولا أحد يتكلم يا أخي، أنا أعرف أن سبأ أو سبأ. حين جاءه الهدهد بخبر ملكة سبع أن لها عرشا عظيما، فقال سليمان: أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، وإني عليه لقوي أمين، جني يأتي به من أقصى اليمن إلى الشام وهو واحد. نعم، ويقول إني عليه لقوي، يؤكد قوته، أمين لن أخون فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. الله أكبر. في الحال وجده أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. والفتدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد. ثم قال: فلما رآه مستقرا عنده، ولم يقل فلما رآه عنده، مستقرا، كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر. نعم، قال: هذا من فضل ربي. الآن حضر من هناك بلحظة، يعني كأنه أمامك، كأن العرش مثلا على يمينك فنقلته عن يسار، بل أشد. قال أهل العلم: لأن هذا دعا الله عز وجل فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، وهذا لا شك فيه أنهم أقوى من الجن. نعم.